أيضا من العراق بغداد ميم ميم نون، يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يصور نفسه سماحة الشيخ بأنه سيء الظن بكثير من الناس، بما تنصحون؟ يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. متفق على صحته. فالواجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وألا تسيء الظن بالناس إلا بشروط بأسباب. أما سوء الظن مطلقا فهذا غلط وليس لك ذلك. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لكن من ثبت لديك بالبينة العادلة أو بالمشاهدة أنه يقف موقف التهم، يجلس مجالس التهم، هذا هو محل سوء الظن. وإلا تتقي الله واحذر سوء الظن في الناس، وعليك بحملهم على أحسن المحامل ما لم تجد خلاف ذلك، ما لم تعلم خلاف ذلك. وعليك أيضا أن تبتعد عن مخالطة من تتهمهم وتصيب مضمرا لفسادهم وإغراضهم عن دين الله. ابتعد عنهم واختلف بأهل الخير والاستقامة والتمس لك الجلساء الصالحين. فإذا لم تجد فالزم بيتك إلا وقت الصلاة تخرج وتصلي مع المسلمين، وابتعد عن مخالطة الأشرار، واتق الله حتى تجد الصاحب الطيب والجالس الصالح. أما سوء الظن بالناس بغير علة وغير سبب هذا لا يجوز، بل هو مخالف لقوله سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.